بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم في حلقة جديدة. لما نقول للمسيحي أنت مشرك بالله وأنت تعبد إلهين أو ثلاثة وتؤمن بتعدد الآلهة ولست على التوحيد الخالص، المسيحي بيزعل ويظن بأننا نفتري عليه ونلقي عليه الأكاذيب والافتراءات، ويقول أنتم تتهموننا بهذه التهم وتفترون علينا، ونحن لسنا مشركين، نحن نعبد إله واحد وليس إلهين ولا ثلاثة. ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ الحقيقة أعزائي المشاهدين أن المسيحية تؤمن بتعدد الآلهة، أن المسيحيين ليسوا موحدين ولكن مثلثين. الغلطة اللي بيقعوا فيها معظم المسيحيين مش واخدين بالهم بسبب الثقافة غير المسيحية اللي داخلة في دماغتنا غصب عننا، ليل ونهار ميكروفونات متسلطة تدخل جواك فكر مش مسيحي. فكلكم بتؤمنوا بالتوحيد، بتؤمنوا بالتوحيد، بتؤمنوا بالتوحيد، بتؤمنوا بالتوحيد غصب عنكم. لكن احنا بنؤمن اصلا بالايه؟ الثالوث. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق انا اقول لك الاب غير الابن، واضح قدامي كده الاب غير الابن صح؟ والا لو كان الاب هو الابن يبقى النقطه دي انطبقت على دي باخت ما بقاش فيها الله. الاب غير الابن انا المسيح، بس الثلاثه واحد في الايه؟ في الجوهر. قولوا هاي معايا، ثلاثة واحد في الايه؟ جوهر. وبالرغم من الثلاثة واحد في الجوهر لكن هم ثلاثة، اب وابن وروح. كما سمعتم الانبا رفائيل احد رجال الكنيسة يؤكد بكل وضوح ان المسيحيين يعبدون ثلاثة ولكنهم واحد في الجوهر. يعني بالضبط لما اقول لك الترابيزة من الخشب والكرسي من الخشب ومثلا الباب من الخشب، دول ثلاثة أشياء مختلفة، ثلاثة أشياء متميزة، هم ثلاثة لكن من نفس الجوهر، من نفس المادة، من الخشب. كذلك الأمر بالنسبة للمسيحيين، يعبدون ثلاثة لكنهم من نفس المادة الإلهية، ثلاثة آلهة، وأنهم ليسوا موحدين طبعا كما اعترف الأنبا رفائيل أحد رجال الكنيسة. وهذا هو الإيمان المسيحي فعلا وما يؤمن به المسيحيون. ولكن أنا سآتي لكم باقتباسات من كبار رجال الكنيسة الذين يؤكدون هذا الكلام، القديسين والعلماء الكبار جدا في القرون الأولى، والذين يؤكدون أنهم يعبدون آلهة بصراحة وليس إله واحد. العلامة أوريجانوس يقول بكل صراحة أننا نعترف بإلهين في حواره مع الأسقف هيركليد. أوريجانوس هو عالم مسيحي كبير ومن آباء الكنيسة الأوائل وأحد أعمدة الكنيسة. يقول عنه الأب جورج رحمة في موسوعته عظماء المسيحية أوريجانوس الإسكندري الصفحة 25، يقول عن أوريجانوس إنه واحد من أعظم عظمائها أي الكنيسة. ووصف مؤرخ الكنيسة يوسابيوس القيصري وهو من آباء الكنيسة المشهورين في القرن الخامس الميلادي أوريجانوس بالمعلم والقديس كما أمامكم على الشاشة. واستعان به القديس أثناسيوس الرسولي حامي حمى الإيمان وبطل مجمع نيقيا بكتاباته، ووصفه أي أوريجانوس بأنه المجاهد العجيب. وقال القديس ديدموس الضرير أن من اتهم أوريجانوس بالهرطقة، لأن بالطبع هناك من يتهم هذا العلامة أوريجانوس بالهرطقة، فقال عنه القديس ديدموس الضرير أن من يتهم أوريجانوس بالهرطقة هو عديم الفهم. وطبعا نسمع كلام للأنبا أرغوريوس أسقف البحث العلمي ماذا يقول عن أوريجانوس. البرامون هو أنه تعويض عن يوم الشعاع أو الجمعة إذا وقع فيه. يعتبر العلامة أوريجانوس واحدا من أبرز أعمدة الكنيسة القبطية، بل وأبرز أعمدة الكنيسة المسيحية عموما. يعد أكبر لاهوت في زمانه وبعد زمانه، ومع ذلك يشكك بعض الكتب في إيمانه، بل اتهمته بعضها بأنه وثني. كلام فاضي فاضي فاضي، ده اتهامات خاطئة على رأي أحد الآباء لما قال يعني أن الذين هم طلعوا الكلام ده كلاب كلبة. الرجل كان سابقا لزمانه، فالكلام اللي كان بيقوله بس من الناس ما كانوش فاهمينه كويس، وعشان كده ما أسرع الناس اللي ما يفهموش
انهم يتهموا الانسان بالهار فقط. نأتي الان لكلام اوريجانوس والذي يعترف فيه بان المسيحية لا تعترف باله واحد ولكن الهين. في حوار العلامة اوريجانوس مع الاسقف هيرقليدس، الحوار كالتالي: يقول اوريجانوس لهيرقليدس: اشرح ماذا تقصد، فلربما انا لا اتبعك. هل الاب هو الله؟ فقال له هيرقليدس: بالطبع الاب هو الله. فرد عليه اوريجانوس وقال: هل الابن متميز عن الاب؟ يعني الابن غير الاب، مختلف عن الاب، ليس هو الاب. فقال له هيرقليدس: بالطبع، فكيف يكون ابنا وهو ايضا اب؟ كلام منطقي سليم، ازاي يكون الابن هو الاب وفي نفس الوقت يكون ابن واب في نفس الوقت؟ طبعا لا، الابن غير الاب، الابن ليس هو الاب. فقال له اوريجانوس: وبينما الابن متميز عن الاب، بينما الابن غير الاب، ليس هو الاب، هل هو ايضا اله؟ هل الابن ايضا اله يا هيرقليدس؟ فقال له هيرقليدس: هو نفسه ايضا اله، يعني الابن برضو اله بالرغم من انه مش هو الاب وغير الاب. فرد عليه اوريجانوس وقال: وهل الالهين، ركز عزيزي المستمع، وهل الالهين، المسيحيين يعترفوا بالالهين، اوريجانوس بيقول لك وهل الالهين، الالهين مش اله واحد، هل الالهين في وحده او هل الالهين متحدين؟ فرد عليه هيرقليدس وقال: نعم الالهين متحدين. فقال له اوريجانوس: هل نعترف بالالهين يا هيرقليدس؟ فقال له هيرقليدس: نعم، ولكن القوه واحد. يا سلام، إلهين لكن القوة واحد. وأمام حضراتكم على الشاشة النص اليوناني الموثق من كتاب حوار مع هيرقليدس للعلامة أوريجانوس من المصدر الأصلي لهذا الحوار. وأيضا القديس يوستينوس الشهيد أحد أعظم الآباء والقديسين وأهمهم في القرن الثاني الميلادي، المدافع الشهير الذي يعرف بدفاعه عن المسيحية، نقرأ أنه يؤكد أن المسيحية تعترف وتؤمن بإله آخر غير الله خالق كل الأشياء الواحد الأحد. في كتاب النصوص المسيحية في العصور الأولى كما أمامكم على الشاشة، القديس يوستينوس الفيلسوف والشهيد، الدفاع والحوار مع تريفو ونصوص أخرى. طبعا الكتاب ترجمة أمال فؤاد، أستاذة أمال فؤاد، وبرعاية الكنيسة طبعا، زي ما أنتوا شايفين صورة بابا شنودة، طبعا كلكم عارفينه، الانبا شنودة الثالث، يعني كتاب معتمد، والقديس يوستينوس الشهيد غالي عن التعريف. نروح للصفحة 222 ونقرأ مع بعض ماذا يقول يوستينوس الشهيد. في حواره مع اليهودي تريفون يقول له: قلت، اي يوستينوس يقول: قلت اذا بما انكم تفهمون هذه النصوص من الكتاب المقدس، بيكلم تريفون اليهودي ويقول له: سأحاول إثبات ما أقوله. طيب ما الذي تقوله يا يوستينوس والذي تحاول أن تثبته وتؤمن به والمسيحية تؤمن به؟ يقول يوستينوس: أي أنه يوجد إله ورب آخر. وركز عزيزي المستمع أو المشاهد، يوستينوس المسيح يقول لك المسيحية بتؤمن أنه يوجد إله ورب آخر غير الله، تحت الله خالق كل الأشياء كما هو مذكور في الكتاب المقدس. هذا هو إيمان المسيحية وليس كلامنا نحن المسلمين، هذا ما يعتقده المسيحيون وعلماء المسيحية وأباء المسيحية. قديس يوستينوس الشهيد من أعظم الآباء والقديسين، يقول لك إله ورب آخر. طبعا هذا شرك واضح، تعدد آلهة لا يمكن إنكاره. ولمن يفكر في رفض كلام هؤلاء الآباء من المسيحيين للهروب من كارثة الشرك، أقول له: لن تستطيع الهروب من هذه الكارثة، لأن الكتاب المقدس يؤكد أن المسيحية شرك بالله، لأن الكتاب المقدس يقول بكل صراحة أن الله الواحد الأحد الذي ليس له آخر ولا شريك هو الآب فقط. نقرأ في إشعياء 45 عدد 5، النص يقول: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. ونقرأ في يوحنا 17 عدد 3، يقول المسيح أن هذا الإله الذي ليس له آخر ولا إله سواه، ولا إله سواه، هو الآب فقط. يقول يسوع وبعد أن رفع عينيه إلى السماء يخاطب الله الذي في السماء كأي إنسان عبد لله، يقول له: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت، يخاطب الله الإله الحقيقي، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. طبعا يسوع يخاطب الآب، طبعا الآب ليس هو الابن والابن ليس هو الآب كما يعتقد المسيحيون، ومن يقول غير ذلك فهو مهرطق كما يقول البابا شنودة. تعالوا نسمع.
الواحد يبعث السؤال وجوه السؤال ارض ملكوتية شنيعة. بيقول لي ماذا نقول في قانون الايمان؟ نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحرم باتت من الاب وحطت تحت من الاب قط. ولا نقول الرب المحرم منبثق من الاب والابن؟ طالما ان الاب هو الابن والابن هو الاب. لا، الاب ليس هو الابن ولا الابن هو الاب. كما سمعتم الأنبا شنودة يقول بكل صراحة أن الآب ليس هو الإبن. طيب الآب ليس هو الإبن، الإله الحقيقي وحده هو الآب بالنسبة للكتاب المقدس كما استعرضنا الأدلة. طيب لما يجي مسيحي ويعبد يسوع أو يعبد الروح القدس مع الآب، إذن هذا شرك، إذن هذا اعتراف بآلهة وليس إله واحد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلاً.